وزارة الفلاحة تتأهب لقطع الطريق أمام شبكة المكملات الغذائية مجندة المفتشيات البيطرية بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين. وزير القطاع عبد القادر بوعزقي ومن ولاية الجلفة أكد أن سيناريو اللحوم الفاسدة الذي طبع أضاحي العيد المبارك للسنة الماضية لن يتكرر. أنا نأكد لك أن المصالح المختصة ولا سيما منها مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني تلعب في دور كبير وكبير جدا في محاربة سرقة وتحويل هذه المواشي. وهنا في جلفة، هنا في ولاية جلفة تم القبض على مهربي هذه المواشي. في ولاية أخرى ما نقولش الإحصائيات، ولكن إحصائيات كبيرة كبيرة جدا في إيقاف في عدد الموقوفين من المهربين للمواشي، والكثير منهم راه رهن الحبس لسنة. نتكلم لك على المهربين لسنة 2017. يجب التنويه بالدور التي تقوم به مصالح الأمن في محاربة هذه الظاهرة اللي تعتبر جريمة مثل الجرائم التي يعني يعاقب عليها من طرف القانون. المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة كشف عن توقيف عدة مهربين للأغنام بعدد من ولاية الوطن، قائلا أن عقوبة الحبس في انتظار هؤلاء كون هذا الفعل يعتبر جريمة مكتملة المقاييس. وين في الحقيقة هذا الاسم ناتج عن مكمل غذائي قد أعطي من بينها مكمل، خاصة مكمل غذائي قد أعطي لهذه الأنعام اللي كان فيها هذا التأثير غير المنتظر. أنا قلت أن المصالح البيطرية راهي يعني واقفة وراهي مجندة، إذا ماشية تروح منا من جلفة تروح للزير اللي تباع حتى يتم يعني قبولها من طرف المصالح البيطرية منا. هذا وستتصل وزارة الفلاحة بولاة الجمهورية لتقديم مقترحاتهم عن أماكن نقاط بيع المواشي قبيل عيد الأضحى والتي ستكون في متناول المواطنين حسب ما يقول عبد القادر بوعزقي. سباق ضد الزمن وتدابير استعجالية تبادر بها وزارة الفلاحة بالتعاون مع عدة قطاعات لضمان السير الحسن لعملية بيع أضاحي العيد وقطع الطريق أمام المتلاعبين بصحة المواطنين.